السلام عليكم. كما كتشاهدوا حنا دابا في ضواحي مدينه عزرو، بعد ما جينا نديروا واحد الدوره عاود تفقوا ديالها الضيعادي باش نشوفوا الحاله الصحيه ديالها من ناحيه ديال العناكب ومن ناحيه ديال الدودات التفاح اللي كنسميوها الكاربوكابس. بعد ما جينا اليوم اللي هو يوم الاحد 5 جويلية 2020 الساعه تشير الى 11:30 صباحا، بعد ما درنا واحد الدوره تفقوا ديال فيها ما لاحظنا حتى شي اعراض ديال الحشرات بالنسبه للعناكب الحمراء والصفراء وبالنسبه للدودات التفاح اللي كنسموه، ولكن غراس لي زانترفونسيون غراس لي كونترول شاك سيمين اللي كنديروا دو كونترول بار سيمين، وحنا كنديروا واحد الدياغنوستيك ديال لي بارسيل باش كنشوفوا لي سيتياسيون ديالها فيتوسانيغ او نيفو ديال لي زكاريان او نيفو ديال لو كاربوكابس. هنا كناخذوا القرار باش نعرفوا كاين انسكتيسيد ولا كاين كاريسي سبيسيفيك اللي غادي نديروا باش يمكننا نقضيو على هاد العناكب الحمراء والصفراء اللي كتكون في هاد المومون ده. نظرا لهاد درجة الحرارة المرتفعة اللي كتوصل دابا في مدينة عزرو دابا في هاد اللحظة هادي 33 درجة في هاد الصباح هذا، لذا حنا جينا اليوم باش نعاود نشوفو باش نشوفو الحالة ديالها باش يمكننا عاود ديكلونشيو التريتمون ديال الكاربوكابس. أما بالنسبة لزكريان ما درنا هاد لاكاريسي سبيسيفيك اللي هو فيسيد لارفيسيد دوزيسيد، عطانا دو بون ريزولتا الحمد لله. كما كتشوفوا الفياج ديال لابارسيل كله كليغ خضر مزيان، لو فروي نون توشي با لو كاربوكابس. هذه هي الخدمة، ولكن حنا دائما كتكون عندنا لاليغت لاليغت شاك جور كنحضيو دائما، وبالخصوص في هذه الحرارة هذه. بعد ما دونا لي زانترفونسيون ديال الكالسيوم الحمد لله ومازال غندوزوهم، وعاود هنا دي زانترفونسيون ديال البوتاسيوم سوا فولير سوا رابار انجيكسيون، ولي تريتمون درناهم سوا لي فولجيسيد سيسيميك لي فولجيسيد دو كونتاكت. هذه هي الطريقه باش خدمنا الحمد لله، ولكن الحمد لله كراس لو جيرون ديالو اللي كيكون حتى انا معايا وكراس العمال اللي كيخدموا معنا تبارك الله كلشي غادي في احسن ما يرام. لذا كنحييكم وكنقول لكم دائما راقبوا الضيعه ديالكم في هذه اللحظه هذه في هذه الحراره هذه باش ما تشمتوش من ناحيه ديال السوسه ومن ناحيه ديال الرسيله. لذا ما يمكنكش تخدم حتى التالي وفي التالي يجي الكاربوكابس ولا الرسالة ديالك المنتوج ديالك. كنحييكم من ضواحي مدينة عزرو إقليم إفران، من هرب موحات إقليم سابق وصلاحات حماية النباتات وصاد عزرو. السلام عليكم ورحمة الله.